محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. الجبهة المغربية دعت إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية يوم السبت 8 أبريل. هذه الوقفات اليوم المنظمة على الصعيد الوطني في مختلف مدن المغرب تهدف إلى استنكار موجات الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسوء توزيع الثروة، بحيث أن هناك تقارير تحددت على أن هناك أن فئة قليلة من المغاربة هم الذين يستحوذون على الثروة، في حين أن شرائح واسعة من المجتمع تعيش تحت عتبة الفقر والبطالة. أيضا هناك بطالة متزايدة في صفوف الشباب وخاصة الحاصلين على شواهد عليا. أيضا هناك ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتراجع عن التزامات الاجتماعية للحكومة في مجال رفع الأجور، أجور الموظفين وأجور العمال في القطاع الخاص. وأيضا الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد ومع الرشوة ومع الريع، بحيث أنها أي أن الفساد يستنزف 5% من الإنتاج الداخلي الخام، وبالتالي على الحكومة اليوم أن تضع تصورات ومخططات من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغاربة وضرب جشع الاحتكار وأيضا القضاء على السماسرة وتجار الأزمات والتصدي لكل الممارسات المنافية للقانون، وأيضا وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة ومواجهة الريع والفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا الانتقال إلى وضع أسس بناء دولة الحق والقانون. الجبهة الاجتماعية تدخل الاحتجاج للمرة الثالثة في خضم هذا الرفع الصاروخي للأسعار اللي كتوجهوا الحكومة المغربية. اليوم شعار الحكومة في الانتخابات كان هو الدولة الاجتماعية، اليوم للأسف نرى على أن الشعار ديال الحكومة هو حكومة القهر الاجتماعي. اليوم لأول مرة كنسمعوا المغاربة كيتعرضوا للأبشع الأوضاع الاجتماعية اللي هي صعبة. اليوم المغاربة غالي عليهم الزيت، غالي عليهم السكر، غالي عليهم البصلة، الخضرة كلها غلات على الشعب المغربي. اليوم لا يعقل على أن الدولة المغربية في شخص الحكومة عاود ما تخرج لنا بمخرجات قوية يكون فيها حلول جذرية من أجل انعتاق الشعب والمواطن المغربي. اليوم للأسف هناك خارجات محتشمة للغاية، غياب تام لأي حلول حقيقية، والتضارب في الآراء داخل الحكومة وفي مربع الحكومة يدل بشكل قوي على أن هذه السياسة ديال التضخم والسياسة اللاشعبية اللي كتنهجها الحكومة هي لا تزال مستمرة في غياب حقيقي لحلول استراتيجية من أجل إخراج الشعب المغربي من هذا الوضع اللي هو متأزم. اليوم خروج الجبهة الاجتماعية هو دليل قوي على استمرار الغلاء الأسعار، على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. اليوم أيضا نسائل الحكومة على التحقيق فيما يخص الغازوال الروسي، أين وصل هذا التحقيق؟ اليوم لا يعقل على أن الأجور مجمدة، على أن الأجور مجمدة والأسعار زعما بواحد طلعة وشعلة بواحد الطريقة اللي هي خطيرة للغاية. اليوم خروجنا هو تعبير منا على استمرارنا في النضال، استمرارنا في الصمود كهيئة ديمقراطية وتقدمية وكجبهة اجتماعية من أجل كرامة للشعب المغربي، من أجل الحرية. راه للأسف اليوم ما بقيناش كنتحددوا على الكرامة وعلى الحرية بمفهومها الشمولي والكوني، اليوم نتحدث فقط في حق المواطن المغربي في العيش، وهذه مسألة خطيرة للغاية. اليوم المغاربة ولاو تيدابزوا على القوت اليومي ديالهم، ولاو المغاربة اليوم كيقلبوا غير على الزيت وعلى السكر وعلى القوت اليومي اللي كيعيشوه. لذا فإنني كمناضل حقوقي وكمناضل في الساحة النضالية في مراكش نقول لمن يهم الأمر على أننا سنستمر في نضالنا في احتجاجنا من أجل مغربي الكرامة، من أجل مغربي العدالة، ومن أجل مغربي المساواة. وتحية لكم.